فيلم أفواه وأرانب من أشهر الأفلام المعالجة لمعاناة مصر مع الزيادة السكانية، والتي تحاول حلها بتقديم مشروع قومي لتنظيم النسل بالإغراء بالمال. فما الذي ستجنيه مصر لو نجح المشروع؟ سنعرف بعد استعراض بعض المعلومات. كان عدد سكان مصر عام 1850 5 ملايين، ووصل بعد 100 سنة ل20 مليوناً، وتضاعف ل40 مليوناً عام 1978، ف70 مليوناً عام 92، ثم 104 ملايين عام 2022، أي أن عدد السكان تضاعف بأكثر من 100% تقريباً من ثمانينات القرن الماضي. هذه الزيادة يعتبرها السياسيون المصريون أم المشكلات، فسكان أكثر يحتاجون خدمات صحية وتعليمية وإسكانية أكثر، عدا عن الغذاء وأساسيات الحياة. تاريخياً بدأت مصر منذ السبعينات برامج لتنظيم الأسرة، ونجحت بخفض معدل خصوبة المرأة المصرية من 4.5 طفل لثلاثة أطفال بين الأعوام 1988 و2008، ثم عادت وارتفعت إلى 3.5 طفل للمرأة في 2014. واختصاراً لتفاصيل كثيرة، يعود سبب فشل البرامج خصوصاً بين الفقراء لعدة أسباب، منها عدم تقبل فكرة تنظيم النسل في المجتمع المصري، الذي يؤمن أن كل طفل يأتي برزقه، حسب وصف أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية في القاهرة سعيد صادق، وحاجة الأسر للعزوة والرغبة بإنجاب الذكور. وحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشكل نسبة الفقراء بين الأسر المكونة من 4 أفراد أو أقل نحو 7.5%، بينما الأسرة المكونة من 10 أفراد فأكثر 80% منهم فقراء. وهنا لابد من استعراض 4 سيناريوهات محتملة لمستقبل الزيادة السكانية. الأول، معدل إنجاب 3.5 طفل لكل سيدة سيعني وصول عدد المصريين عام 2050 ل183 مليوناً. الثاني، معدل إنجاب 3.07 طفل لكل سيدة سيعني وصول عدد السكان عام 2050 ل160 مليوناً. الثالث، الأكثر تفاؤلاً، نجاح الاستراتيجية القومية للسكان للوصول بمعدل الإنجاب إلى 2.4 طفل لكل سيدة، سيترجم لوصول عدد السكان لنحو 152 مليون نسمة عام 2050. والرابع، انخفاض معدل الإنجاب ل 2.1 سيؤدي اقتصادياً لارتفاع معدل الناتج القومي في 10 أعوام القادمة 18 مليار دولار، وتوفير ما يقارب $1 مليار للإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان. ولهذا يدرس المشروع الجديد تقديم حوالي $2000، ما يعادل 60,000 جنيه وثيقة تأمين لكل أم عند بلوغها 45 سنة، بشرط الالتزام بإنجاب طفلين فقط. إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل لنا follow, like, وسبسكرايب.